رح نروح لفقرة ضرورية لكل الأشخاص هلأ يلي بدهم يسافروا أو عم يفكروا يسافروا. كيف رح تكون أحوال الطقس بهذا الأسبوع وبنهاية الأسبوع اليوم الخميس؟ خلينا نعرف من محمد مطر باتصال هاتفي. صباح الخير محمد. صباح الخير لكم يا أستاذ. ألو ألو. صباح الخير. صباح الخير محمد، عم تسمعنا؟ يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. خلينا نعرف من حضرتك اليوم كيف الأحوال الجوية، وخصوصا بلشنا نشهد هاي الأيام ارتفاع بدرجات الحرارة، هل هي ضمن معدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات الطبيعية؟ تمام، شكرا. بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة لليوم، فرح تستمر درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي من 1 إلى 3 درجات مئوية. الجو صحو بشكل عام وغائم جزئيا على المنطقة الساحلية، مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية متفرقة في تلك المنطقة. أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع نسبة رطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح الباكر على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب في المنطقة الجنوبية والوسطى والقلمون. بالنسبة للرياح، فهي غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة خلال ساعات المساء تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة أحيانا، خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية. أما البحر فهو خفيف ارتفاع الموج، مستمرة معنا هذه الأجواء خلال اليومين القادمين إن شاء الله. اعتبارا من بداية الأسبوع القادم يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بنحو من 5 إلى 7 درجات مئوية حتى نهاية الأسبوع القادم. أجواء حارة نسبيا إلى حارة وصحوة بشكل عام تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لليوم، بدءا من العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية 32-14، المرتفعة الجبلية 23-11، المنطقة الوسطى 26-14، المنطقة الساحلية 26-19، الشمالية 32-16، منطقة الجزيرة 38-22، أما الشرقية والبادية 39-22 إن شاء الله. أكيد نتمنى جو لطيف، وشكرا لك محمد. شكرا.